يسلم ايديها ليان بسبب قدرنا نلاقي مستأجرين لبيتنا، وقلت من أجره بعفشه هيك بيغلى أكتر. شو رأيك أنت ابني؟ عملي يلي بتلاقيه مناسب، ما لي علاقة، أنا رايح عشغلي. تمام، روح الله يوفقك يا ابني. تسلمي. والله هذا الولد أجدب، ما بيشوف أبعد من أنفه. ليان ميت شاب بيتمناها، بس مو عارفان قيمتها. أمي، بلكي رجعت مرته بين إيدي الولد وعم تقول له هذا ابنك، شو بدنا نساوي وقتها؟ بلكي كان ابنه عن جد. لا تجعلي راسي بهالحكي، وإذا كان الولد ابنه، نحن ما بدنا هالولد أصلاً. الحفيد يلي بده يجي من هاي المرة، أنا ما بدي إياه. منيح يلي صار هيك، وإلا ما كنا رح نقدر نتخلص من هالمرة. وما سمعتي كمان ما رح تضل مرته، أخوكي راح عند المحامي وبلش يشتغل بوراق الطلاق. الآن سجارين خلصنا منها لآخر العمر. اجت اختي شيرين. روق، بأنو وش جاي لهون؟ اهدى يا اخي، يمكن في شي بدها تقلك يا. روح اسمع شو بدها تقلك. حتى المحكوم اعدام بيطلع له يطلب شي قبل ما ينفذوا فيه الحكم. ما تنسى نحن ناس مؤمنين، ما منعترض على قضاء الله شو ما صار، ومنآمن انه في معجزات. بلكي كانت مرتك بريئه، والولد يلي ببطنه ابنك عن جد يا عزيز. شو عم تعملي هون؟ ما رح أخذ من وقتك، بدي أقول لك شغلة وامشي. احكي اللي عندك. أنا صح رح أتركك، بس بشرط، لازم نساوي هذا الفحص، وبتخلص مني ومن معاملة الطلاق، وبترتاح مني. ما رح أعمل فحص ولا بطيخ، كل شي واضح مثل الشمس، الكل صار بيعرف حياتك يا أنسة شيرين. هلأ روحي من قدامي فوراً قبل ما أبتلى فيكي. أنت لازم تعمل هذا الفحص، لازم تعرف الحقيقة، ما فيك تتهرب من مسؤولية ابنك إلا بحالة واحدة، ويلي هي إذا أثبت إنه عن جد هاد الولد ماله ابنك. وهيك إذا كنت خاينتك بصير عندك إثبات، وهيك بتضرب عصفورين بحجر. بغات معافى إن شاء الله. مساء الخير. أهلا وسهلا يا ابني. ليان وأختك حضروا لك الأكل اللي بتحبها، رح تعجبك، تعال يلا. ما بدي أكل نعسان، رايح حتى نام. الله يسامحك، حتى لو نعسان كلك لقمة على القليلة. لا لا شكرا، أنا طالع. والله قد ما حاولت أرضي، ما عاملين معي نهائيا.
عن جد مثل ما قالوا، يلي ما بيستحي بيطلع منه كل شيء، وهيك شايفة أنا. ما لقيتي غير هالمكان تجي لإله؟ شي حلو والله، جيتي للمكان المناسب. ليكي يا بنت، أنا ما رح طول عليكي بكلامي، بس جيت كرمال أحكي هالكلمتين. أنا من أول يوم شفتك فيه قلتلك إني ما بحبك، بس ما كان فيني أحكي مشان ما زعل عزيز. بس فكرت إنه رح يمل منك ويتركك، لأنه يلي ما عنده عيلة ما بيقدر يساوي عيلة بحياته. بس أنتي ضليتي مصرة إنه بدك تساوي عيلة، بس أنا ما رح أسمح بهالشي. من كل عقلك اسمح لبنت بلا شرف تكون أم لحفيدي وتربي لي يا كمان؟ هالولد اللي ببطنك يلي ما بنعرف من وين جبتيه ما بدنا ياه. أنا بنصحك تروحي تنزلي الولد، خلي عندك شوية كرامة. ما شفتي؟ زوجك صدقنا وما صدق كلامك، ورح يطلقك عن قريب كمان، ورح يتزوج ليام بعدك. والله لو كنت محلك كنت هلا رحت نزلت الولد. فهميني شو ساويت لك؟ شو الجرم يلي ارتكبته بحقك؟ يلا هيك أحسن. هي وصلت لإلك أخي؟ طلع الولد ابني؟ يا ربي شو ساويت أنا؟ أمي! أمي! شوفي ابني، شو بك عم تصرخ مثل القطة يلي دعسوا عدنبة؟ أنا واحد حيوان لأني سمعت كلمتك، لأني ما صدقت مرتي. أنا واحد حيوان. تعرفي شو مكتوب هون يا أمي؟ شو أنت جنيت؟ شو بعرفني شو مكتوب فيها؟ رح لك مكتوب إنه الولد يلي ببطن شيرين أنا أبوه. وشلون يعني شقفت ورقة بدها تعرف هالشي؟ لا هي مانا ورقة عادية أمي، هذا فحص. أنا رحت وساويت الفحص، هي دليل إنه أنا أبوه للولد يلي ببطن مرتي يلي ظلمتها بسببك. أنت افتريتي على مرتي وأنا صدقتك كمان. يا حيف، يا حيف عليكي. أستاذ عزيز؟ إيه أنا، مين حضرتك؟ أنا من ميتم الأطفال واسمي حنيفة، وإدارة الميتم بتكون كلها بيدي. أمك إجت لعنا اليوم، عرفت إنه شيرين عايشة عنا بالميتم حالياً، بهدلتها وراحت، وشيرين بالمشفى هلأ. سقطت الولد من زعلها. يا ريت تروح عند مرتك، على القليلة لا تتركها وهي بهي الحالة وانسى كل المشاكل. ليش ما قلتي لي انك رحتي لعندها؟ مبسوطة هلا؟ سمعتي شو قالت مو هيك؟ انتي قتلتي حفيدك، ضميرك مرتاح؟ اول شي افتريتي عليها، بعدين قتلتي ابني. قديش هين الشغلة عليكي؟ الافتراء على مره مظلومه شغلة هين عليكن؟ والله لازم تكوني فخورة ببنتك ومبسوطة فيها. ما كسرت لك كلمتك ابدا، ساويت كل شي قلتي لعنه. انتي وبنتك شركة بقتل ابني، فهمانين؟ أنا آسف حبيبتي، آسف لأني ما صدقتك وصدقت أهلي اللي ظلموك وقتلوا ابني. دخيلك بس سامحيني، والله أنا غلطت بحقك، ما بستاهل تسامحيني. هلأ كل يلي بيهمني إنك تتحسني. المريضة بحاجة للراحة، من فضلك اتركها لحالها واطلع لبرا. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.